شكرا سيد الرئيس، زملائي زميلاتي، سيداتي وسادتي. إذا نلتئم في هذا المؤتمر ينبغي أن نقر بالتهديدات الخطيرة التي تحيق بنا على المستوى المناخي، وعلينا الإبقاء على هدف السيطرة على الاحترار العالمي في حدود الدرجة ونصف الدرجة. إن إيسلندا ترحب بالتقرير التوليفي لهيئة المناخ ويؤيد بقوة توجيهاته حول العمل المناخي الفعال. لقد اقتربنا بشكل خطير من مستهدف الدرجة ونصف الدرجة إذ نضع حصيلة لاتفاق باريس، والنبأ الذي يثلج الصدر هو أن هناك طاقات تتفتق في القطاع الاقتصادي في العديد من البلدان والقائمة على الطاقات المتجددة، وإن أسعار التكنولوجيات الخضراء تتضاءل. أما النبأ غير السار هو أن التقدم المحرز بطيء جدا، وعلينا أن نبذل المزيد من الجهود من أجل خفض الانبعاثات. علينا أن نسرع بالانتقالات الطاقية النظيفة مع توسيع نطاق العمل بالحلول الخضراء، وكذلك الحلول التي تكون الطبيعة هي محورها، مع ضمان أن الملوثين يؤدون الثمن. إن نظمنا الاقتصادية مركزة على تضخيم الإنتاجية والاستهلاك عوض التركيز على الاستدامة ورخاء البشر، وهذا الأمر ينبغي أن يتغير. إن الانتقال إلى طاقة مستدامة ونظيفة مسألة أساسية من أجل ضمان كوكب ينعم بالصحة، وإن إيسلندا تؤيد التخلص الكامل من الوقود الأحفوري، وإن البرامج الدعم للوقود الأحفوري ينبغي أن تتوقف. لا ينبغي أن نزيد من حرق الأموال العامة من أجل حرق هذا الكوكب، بل علينا أن نزيد من دعم الحلول النظيفة والانتقال العادلة. ينبغي أن نعزز نظمنا الغذائية وتقليل من حالات الجوع وزيادة التغذية وخفض الانبعاثات وزيادة الانتاجية الغذائية خاصة في البلدان النامية. إن المواد الغذائية من المحيطات يمكن أن تكون خفيضة من حيث الانبعاثات الكربونية وعالية من حيث قدرتها التغذوية. إن إيسلندا لا تعول على أكبر المسؤولين عن الانبعاثات في هذا العالم، ولكن تقول أن كل واحد منا الذي دور يلعبه، وإن خطتنا هي أن نصل إلى الحياد الكربوني بحلول 2040، ولن نصدر أي ترخيصات أو أذونات بالاستكشافات النفطية في المياه الإيسلندية. وقد وضعنا مطامح كبيرة فيما يهم نزع الكربون في القطاعات الأهم. إن العمل المناخي أساسي بالنسبة لسياسة التعاون الإنمائية الدولية، وسوف يكتسي أهمية أكبر في خططنا الإنمائية على مدى الأربع سنوات القادمة. وإن حكومة بلادي ملتزمة بحشد الموارد المالية المناخية، ونحن نفخر بأن نسهم في الصندوق المستجد للخسائر والأضرار، وإن إسهامنا الأولي سيكون في شكل 700,000 دولار، كما سوف نزيد من إسهاماتنا في الصندوق الأخضر وصندوق التكيف. إن الأسرة الدولية ينبغي أن تركز على مخاطر تغير المناخ والتدهور البيئي. إن الحق في بيئة تنعم بالنظافة والاستدامة هو حق إنساني، وينبغي أن نضع الخطط والسياسات على هذا الأساس لنركز في هذا الاجتماع على الحصيلة العالمية، على أن نرسل رسالة واضحة على أننا سنقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل حفظ هذا الكوكب. شكرا.